في ليلة تجمع كرام القوم من كل الديار، في ليلة تجمع كرام القوم من كل الديار، تظهر رياجيل الأدب والمعرفة في حلها. الشعر ديوان العرب وأقولها بالاختصار، الشاعر شعور ومشاعر والدروب يدلها، فما يجيب من القصيدة اللي يزيد الافتخار ولا يصد من المنابر والمواقف كلها. فما يجيب من القصيدة اللي يزيد الافتخار ولا يصد من المنابر والمواقف كلها. وأنا كتبت الشعر وأشعاري على وضح النهار، ماني مضريها على يعلها يعلها، أصافح كفوف السحاب المعتلي بين الحرار، يوم غيري هقوته يجهد ولا يصلها، وقدر وجيه الرجال اللي لهم قدر وقار، وابعد عن اصحاب القلوب اللي ذبحها غلها، لاني من رجال تجير اللي عليه الوقت جار، لاني من رجال تجير اللي عليه الوقت جار، العزوه اللي من قربها بالوفا ما ملها، واللي ينوش حربها يصبح دمارنا في دمار، عواطف تسهج ديار القوم ثم تحتلها. لاني من رجال تجير اللي عليها الوقت جار، العزوه اللي من قربها بالوفا ما ملها، واللي ينوش حربها يصبح دمارنا في دمار، عواطف تسهج ديار القوم ثم تحتلها. من صلب قحطان العريقه فالمواقيف الكبار، كل الامور الكايدات اصل العرب قدلها. وقت مضى من صلب قحطان العريقه فالمواقيف الكبار، كل الامور الكايدات اصل العرب قدلها. وقت مضى يوم انها حرب على قنب المهار، واليوم تحت الشجره اللي كلنا في ظلها، في ظل حكام الشريعه لا يمين ولا يسار، عشنا على عز النفوس ولا قبلنا ذلها. وسلامتكم.